جميلة يا جميلة، تعالي حملي معي التنكة اختي. جميلة ما أنا فاضية، حمليها لحالك وبلا دلال. بس يا خالتي التنكة كتير تقيلة والمي عم تغلي كتير، وأنا خايفة توقع علي وتحرقني. حاجز عبر وبلاها لحركات البنات، بعرفها نقبر حملي التنكة، لا تقيلة ولا بتخوف. بس والله يا خالتي ما بحسن أحملها لحالي، خايفة توقع علي وتحرقني. خلص خلص سدي حلقك، رح أحملها معك. لا خالتي ما بدي عزبك، جميلة بتحملها معي. بالله شو من امتى صايرة صاحبة واجب؟ من ابري روحي على المطبخ جيبي شي نهوي عليه الباذنجان. يلا ماشي، يلا تعي نحملها. هاتي لشوف. يلا احملي. لك شربتي لنطين مي؟ يلا بلي ادري اشيلها لحالك. يلا احملي. حرقتي لي ايدي يا خالتي. حرقتي لك ايدك. يلا بلا نياطة. احترقت ايدها. ما احترقت ايدها، هذا البخار هي مفكرة حالها انه احترقت. شوفي لا لا امتي، قولي علي عليك يا اختي. فاديا روحي جيبي مي بارده بسرعه. شو ناطره؟ خليكي فاديا، روحي انت جيبي انينه الخل مشان برد الحرق. وانت حاجه دلال، والله كله نقطين مي نزلوا على ايدك. مريت ايدي يا خالتي ما عم تدلع. لك هلا هاتي لقلك. بعدي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عم تحرقني يا خالتي. خالتي كان عندي جعب زياده. يعني شو بدي اعمل اكثر من هيك؟ تضربي منك لا.